مرحبا بكم مشاهدينا في حالة طقس نهار اليوم على شوف تي في. نبداو بشمال المملكة وعروسة الشمال طنجة غتعرف مرور سحب مسحوبة بأمطار وزخات مطرية. مرحبا بالشتا والله يعطيها لينا على قد نفع. نمشيو للدار البيضاء واللي غتعرف كتل ضبابية بالليل وفي الصباح بكري. الناس اللي قابطين الطريق في هذا الوقت يسوقوا غير بالمهل. في وجدة والناظور درجات الحرارة الدنيا غتراوح ما بين ناقص 4 درجات ودرجة. الجو غادي يكون بارد بزاف في الشرق والمرتفعات. حذيو راسكم من البرد، ها حنا علمناكم والوقاية خير من العلاج. في العيون عينية غتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 6 و 11 درجة. الجو دافي بالساقية الحمراء، وجدوا لينا شي كاس ديال اتاي، احنا جايين لعندكم. اما البحر غادي يكون هائج بالواجهه المتوسطيه وقوي الهيجان شمال طرفايا وهائج في الجنوب. اتونسيون الصياده. هذه كانت احوال الطقس لهذا اليوم. نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله في نفس الزمان والمكان. نهاركم مبروك.